صباحنا اليوم التنين كتير حلو كتير مفيد مع فقراتنا العديدة وضيوفنا الرائعين. وهلأ وصلنا لنعرف أكثر ورح نعرف أكثر عن كيف من هي الطفل الأكبر ليستقبل خيو الأصغر مع ولاء عاد. صباح الخير ولاء. مزور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. حضرتك استشارية نوم أطفال ومدربة أهل معتمدة بالتربية الإيجابية. أهلا وسهلا. صح. Thank you. دائما بتعجب من اختصاصك. ما قلت لك رح تلاقوا أول معقول في حدا مدرب نوم. صح. بس الحقيقة ما كان في قبل لأنه مضبوط جديد هذا الاختصاص. صح. ولازم يكون لأنه كتير في ناس يعني كتير بيرتبكوا من هيدا الموضوع خاصة إذا أم جديدة ما بتعرف كيف الولد وبقولوا له بنقلب ليل ونهار ولا كتير تسمع منهم فبيستعينوا فيك. exactly. كتير حلو عم نخبر الناس. لكن اليوم موضوعنا كتير حلو فكرة إنه الأم حملة وأنت بيبي أكبر شوي أو أكبر كتير ما بعرف بس هيدا الولد كيف بدنا نشرح له إنه جاي ولد جديد. أوكي. في شغلة مهمة لازم نبلش فيها يلي هي إحنا منحدد الولد حسب العمر. نعم. يعني الولد اللي عمره سنتين منحدره بطريقة، الولد اللي عمره أكبر يعني 4-5-7 سنين منحدره بطريقة تانية. بس الولد لما بده يعرف ما بيعرف أول ما تعمل تصير الامبراجنت أول ما تحمل لما تبين بطنه. صح. لانه رح يبلش الستريس والسلوكيات وقله النوم والتفكير سبيشلي اذا كان بعمر يعني 5 و6 و7 كثير بكير. كرمال هيك بنخبر الولد بال يعني اخر تريماستر من الحمل يلي هن اخر 3 شهور. بس بدنا ننتبه يعني لنخفف قصدك مده الطوشه. صح. لنخفف الوقت 100%. بهال 3 شهور انا بكون بلشت حضره، حتى فيني اخر شهرين كون عم حضره يعني قبل بكون بلشت مهد له. بس في اشياء بدنا ننتبه لها، هي اوقات الام بتجي لتسال الولد انه اذا تخبره بتساله عبالك يكون عندك خي تلعب معه؟ هو مش هو اللي عباله لحتى يصير في خي او لا. كمان هيك لازم ننتبه من هول النقاط يلي هن بيخلوا الولد يحس انه هو قرر او يرجع يعرف بعدين انه هو مش يكتشف انه مش هو اللي بيقدر يقرر. ثاني شغله هي انه نساله مثلا عبالك يكون صبي او بنت انه بحس انه هو اخذ قرار، بس كمان هذا الشيء مش بايده وبالتالي هذا الشيء بخليه يرجع لبعدين يحس حاله داون انه لا انا قلت صبي طلع بنت مثلا، انا ما بدي البنت، ممكن يصير يرفض الاخ اللي جاي. بس حتى السؤال اللي بنساله اياه طريقته بتحتم هو شو بده يجاوب، بمعنى انه مثلا شو رايك انه جب لك؟ صح. نحن اذا انا عارف انه عندي بنت اكزاكتلي اخذ بنت يعني بهيئ له 100%. كرمال هيك والاسئله هن بينسالوا اكيد طبيعه الحال اذا الام عم تخبر ابنها باول الحمل لان بعد ما بتعرف شو معها، بس اذا هي بتعرف شو معها اكيد ما فيها تساله هي اوريدي بتعرف. فيلي بدنا تاخذه على المطرح اللي هي موجوده exactly. ببطنها يعني بدنا نحز بدنا يعني نخبره بطريقه الحزوره، مثل مثلا بنجيب ورقه بنرسم رسمه ماما وبابا وهو وبقلب بطنه بتحط هيك بترسم بيبي صغير وبتحذره انه شو هيدا ايه وبتصير تخبره انه ايه وفينا نفرجي ستوريز. وضروري كتير الستوريز، نحن بكل شغله بنحكي فيها بنقول انه منجيب للولد ستوري خي عم بيستقبل خيه، رده فعله، فيديو لاولاد كيف كانت رده فعلهم لما كانوا عم يستقبلوا اخواتهم. هو انا رح استغل هيدي الفكره لو سمحتي لي ولا وقول انه انا عندي قصه للاطفال، بكتب قصص اطفال من ضمنهم قصه اسمها سمسم في بطني ماما. بتحكي عن الولد ببطن امه 9 اشهر كيف عم يكبر، عرفتي؟ فهالولد انا صارت معي لان ابني صار يسالني شو في ببطني. اكزاكتلي. فقد ما طوشي وكثير اسئله والمره الحبله بتكون كثير تعبانه عامله ريسيرش، ففكرت انه ليه ما في بالمكتبه العربيه كتاب بيحكي عن الموضوع. عملت انا هيدا الكتاب 9 اشهر بلغه الاطفال بس بلغة علمية كيف عم يكبر الولد. أنا بعرف بتعطيه الأجوبة بس مش قريته هيدا أكيد. سمسم في بطني ماما اللي بحب عم ماما تعيي أكيد يجيبها هيدا القصة ليشرح هلأ أنا عم نازل أصلا عندي على البيج سريع عن هيدا الموضوع يعني فببعتك الصورة إيه أكيد فينا نكون عم نضمن. فإذن القصص كتير مهمة لنخبر وليصير هو يتفاعل أكثر بطريقة لطيفة 100%. هلأ نحن التحضير بينقسم لثلاث أقسام، عنا قبل الولادة، نهار الولادة، وبعد الولادة. قبل الولادة مثل ما قلنا منخبر الولد منحضره من خلال الستوريز، منفرجي فيديوز عن ولاد عم يستقبلوا إخواتهم، ردة فعلهم، مننتبه كتير منيح لطريقة تعاملنا معه. مهم كتير قبل الولادة يكون في حدا عم بفوت بالروتين يلي بده يستلمه بعد ما أنا ولد. يعني إذا الولد يصير ينام عن تيتا لا تسي، ما في نهار الولادة إنه يلا خلص هو بيروح بينام عن تيتا
تيتا ونصير نقسم بنهار الولادة. قبل بفترة لازم تكون تيتا انكلودينج بالروتين، يعني عم تجي لعنا، عم نروح ننام عندها قبل بشهر على القليلة، لحتى يصير يعرف انه هيدا هو روتين عادي، مش انه لانه اجا هو انا بعطوني عن تيتا. اوكي، ما يحمل مسؤولية البيبي خيه سبب ابعاده بالانسكيورتي انه في شيء غلط عم بيصير، ليش هو لما اجا انا فليت مثلا. سو ضروري نكون عم نحضره قبل بوقت، خصوصي بموضوع النوم، يعني اذا بده ينام برا الافضل انه نكون قبل بوقت. هلا انا دائما بقول للاميات انه ليه يبقى الولد ببيته، يعني انت بعد ما تولدي وحتى بعد الولاده، نهار الولاده وبعد الولاده يبقى الولد بالبيت، ما يروح ينام عند حدا، او حتى الام تنزل عند حدا ما يتغير عليه كثير، يعني هو اوريدي راح يشوف هيدا الضياع بالبيت. فلما بنحضره نحن مزبوط للولد بيكون في حدا فايد بالروتين، بنكون عم نخليه يبلش يعتمد على حاله، لحتى كمان ما يحس بس يجي خيو انه انا صرت مضطر البس لحالي لانه انا كبير. ليه؟ انه اي متى كبرت بعدين بصير يرفض كل شيء، ما كان يعمل ردة فعل. صح، كرمال هيك لازم نكون بشكل كتير سلس بدون ما نحسسه بأي شيء، انه يلا فيك انت تلبس، انا مثلا رح احضر لك هاي، انت حط شوزك، انسي دو سويت، لحتى نكون عم نفرج هيدا، نبلش نعود هيدا الولد على هيدا الاسلوب. في شغلة كمان مهمة لازم نتبعها بفترة الحمل، يلي هي انه ما نغير كتير بحياة الولد، يعني مثلا نصير كتير نهتم فيه، او نقول له في جمل نسمعها انه بكرة بس يجي بدك تلعب معه، ما بيعرف يلعب، ما هو بكره رح يخلق يبكي وينام وتضل حاملتي. فاذا هو توقع انه انت قلتي له رح تلعب معه وخلق، وهيدي اول بيعتبرها اول كذبه يعني سمعها، وين طب ما عم يلعب يعني معك، كل حديث بنقول بنكون مسؤولين عنه 100%، بدنا نشوف رح يصير ولا مش رح يصير. صح، ومثلا بنقول للولد انه هيدا خيك، هلا هيدي كمان بتفوت ببعد الولاده رح يجيب لك كادو، بكره هو بس يجي بده يجيب لك معه كادو، هيدي اكيد سمعتيها. الولد ببطن امه ما بيقدر يجيب كادو، خصوصا يعني اذا نحن عم نحكي عن عمر صار بيفكر اكثر من ما نخترع شيء مش منطقي. ايه بيعرف انه انا لجيب كادو بدي انزل على السوق، بدي يكون معي مصاري، بدي يكون معي حدا. طب هيدا البيبي ما بيعرف، بيعرف يبكي، طب كيف جيب كادو؟ فاللي فينا نعمله هو انه نجيب كادو ونقول له هيدي لانك صرت كبير، خيو الكبير هيدي لك، مش خيي جيب لك اياها، ايه بس مش هو جايبها. هلا نهار الولاده لازم يكون الولد الافضل انه ساعه اللي بدها تفوت الام على البيت يكون برا البيت، لانه بطبيعه الحال بدنا ننعجق بالام بالبيبي، نهتم كثير فيهم بتفاصيلهم، ما بدهم يقعدوا وين بلا بلا بلا. فالافضل انه الولد يلعب شي مطرح 100%، ناخده على شي بلاي جراوند وهيك، وبعدين يرجع يجي على البيت ويستقبل خيو مع امه. المهم انه ما نعطي كثير رده فعل قويه، يعني ما حسسه انه مثلا لا ما تقرب عليه، لا ما فيك تحمله، او مثلا انه لك شو حلو، لك شو مهضوم، لك شو صغير. ما لنا كثير نبالغ بالمواضيع، نساله عن رايه، نقول له انت شو حاسس حبيته هيك، يعني بطريقه انه هو يحس انه هو يلي عم بيعمل ليد لهيدا الموضوع. نعم. في اهل بس سوري اذا قطعتك، ولا في اهل بالعكس بيعملوا، بيفكروا انه لا يرضوا الولد الكبير شو بيقولوا عن الصغير، هي مش معقول شو بنا، ايه لانه انت الاشطر، او انتبهي لما بيشوف انه بتنام طول الليل، انت بتنام طول الليل يعني اكزاكتلي، لما بيشوف انه عم بفضل، عم بفضلوني عليه، يعني هن بيوم من الايام معقول يفضلوا علي. كرمال هيك لازم نبقى كتير متساويين مع الاثنين، هيدا بده هيك رح نعمل له هيك، انت بدك هيك، نمشي كتير طبيعي. او كمان زائد انه بصير عنده هو مشكل مع خيه او اخته لانه امه شايفته هيك، صح، فكمان رح يتميها معه يعني 100%، بصير عنده هيك انه لا انت كثير بتبكي 100%. في شغله كمان بنسمعها كثير، يلي هي لما الام بتقول للتادلر يعني، او بيجي حدا لعندها بصيروا انه بغار من خيه، لا ما هو ما بغار، ما هو شاطر، ما فيك تقولي انه ما بغار لانه هو بغار. شعور الغيره موجود، نحن لما بنحضر بنكون عم نعرف اذا بدك نخلي الطفل يتعامل مع هيدا المشاعر ونحد من موضوع الغيره، بس ما بقدر اقول له انه ما تغار، او ما بقدر اقول عم اسمعه انه يعني هو ما بغار. اوكي، بس هيدا الحديث اصلا مش لازم يصير قدام الولد، 100% بغار ولا ما بغار exactly. بس لو صار، عم تقولي لو صار، لو صار اذا نقول انه هو بغار، لا اذا سال انه هو بغار او ما بغار، نحن بنقول ما فينا نقول انه بغار، لانه ما فينا نقول ما بغار 100%. اذا قلت ما بغار بنكر له مشاعره، اذا قلت انه هو بغار كتير عم بغار منه، اكد له الفكره جواته 100%، فلازم الغي عم نقولبه، وبنكون عم نعمل هيك، عم نعمله هالقد قدام العالم اللي قاعدين، لانه هو مفكر انه هو خلص، يعني هي مشاعر طبيعيه عنده. كرمال هيك هيدا الموضوع دائما منجرب انه ما نحكي فيه قدام الطفل، ومنجرب انه ما كتير نفرجي انه واو شو حلو البيبي وهيك كمان قدام الطفل الكبير، او نجيبه يشوفوا العالم ويقعدوا ويلعبوه ومدري شو، كمان هيدا التفاصيل كلها بتخليه حس اكتر بالغيره، خاصه انه فينا نستغل الوقت مثلا رايح على المدرسه
مشغول بشيء بنضلع البيبي الصغير، البيبي الصغير مش حيفهم اذا دلعتيه ولا ما دلعتيه، يعني مش وقت ولا 100% وقت اللي عم يتاثر اللي هو اللي عم يوها. صح، اذا هو اوريدي بمدرسه او بنيرسري فاين، بس في شغله هون كمان بدي اعلق عليها اللي هي ما نفوت الولد على الجاردوري لانه جاي خيو، لانه رح يصير في عنا كوارث بالنوم وبالسلوكيات وبكل شيء. بنشوف كثير سلوكيات اكيد بس يخلق الخيل الجديد عند الكبير طبيعيه، المهم اني اعرف اتعامل معه، مش يعني هو ما حيعند ما حيضرب يمكن ما حيعيط ما حيصير عنده اي ردات فعل، بس نحن لما بنعرف نتعامل مع هيدي السلوكيات بصير هو يعرف يفهمها. يعني انت هلا معصب منه اذا ضربه ما فيك تضربه بهاي، فيك مثلا تجي تقول له انه انت معصب، قل له شو عبالك نعمل. هيدا الاسلوب منه سحر، يعني يمكن هلا في كثير عم يسمعوا بيقولوا ايه ما بنقول له بيرجع بيضربه ايه طبيعي. بس حتى فكره التواصل كثير مهمه اللي عم تقوليها، انه انت تعلم الولد على التواصل وعلى لانه هو مش سحر، وعلى اصغاء لمشاعره يعني او تفسيره يعرف شو هو يعني الشعور. انا مثلا عندي بيبي صغيره كان وقتها، كنت صغيره بنتك، كنت تنقني الا انت تعبانه تقلي لا، تقلي لا انا جوعانه 100% او جوعانه تقلي لا انا عسانه. لما انا بعلم الولد صغير عارف شو هو اكزاكت، لما انا ببلش مع الولد من الاول انه جوعان تعال ناكل مثلا، بعرف انه انت تعبان، بعرف انه انت نعسان عبالك تنام، فبصير هو يعرف انه هيدا الشعور شو هو. انا معصب بيقول لي، انا اولادي بيقولوا لي سنتين وثلاث سنين بيقولوا لي انا معصبه من شيء مثلا، شيء معصبه، بنشوف شو بدنا نعمل وبنوصل لحل. فضروري كتير نكون عم نتحاور مع الولد لحتى عن جد هو يعرف يتعامل مع هيدا المشاعر، حتى نحسسه يمكن انه هيدا المشاعر اللي عم بيحسها شو ما كانت هي طبيعيه. اكزاكتلي مثلا فيني بعصب الولد مثل ما انا بعصب اوقات. صح، انا كمان يمكن اذا مزبوط، انا كمان يمكن اذا حسيت حالي اني هيك زهقانه ممكن اني اكون عم عصب، اذا ما في شيء اعمله ايه بزعل وبعصب لانه بدي اعمل شيء. تعال شو رايك نلاقي شيء نعمله انا وياك. ضروري الام تبقى عم تعطي كواليتي تايم للولد، واذا هي مش قادره باول فتره يكون في حدا عم ياخذ هيدا الموضوع، او يكون مثلا في حدا عم ياخذ البيبي يكون الولد معه. يعني ما تقضي كل وقتها مع البيبي لان هيدا الشيء رح يحسسه انه ليش هيك عملت، ليش هالانفصال. البيبي اخذها منه. صح، حتى اهتمامه اللي بيصير زايد فيه بعد الولاده بحسسه انه في شيء غلط، انه ليش صاروا هالقد يهتموا فيني والبدي اياه وبدك هاي منجيب لك هاي ومنجيب لك هاي، فهيدا الشيء كمان بحسسه يعني بالكذب، مش كذب بس بال ايه بحسوا بعدم الامان طبعا مش عم بيصير بالحياه. اكزاكتلي exactly. فينا مثلا كمان نهار الولادة نكون عم نجيب للولد تي شيرت مكتوب عليه ام ذا بيج براذر، بحس حاله انه هو هيك يعني كبير. فينا بالبيت نكون عم نخليه يعطي رايه بما يخص اشياء اللي بتخص خيه، مثلا اوفرول بعد الحمام نعطيه اثنين، معقول نكون عم نلبسهم للبيبي، شو بتراقي برايك انت اي واحد بيلبق عليه هيدا او هيدا، نشاركه بالامور 100% بحس نعم. حاله بس كمان فكره انه انت الاخ الاكبر اذا كثير بلغنا فيها كمان هيدي شغله مش حلوه. ايه اكيد ايه، بس انه هو نهار الولاده كثير صبيان او ذكوريين بمعنى سلطويين لانه حسسناهم من انه صغار انه هو الخي الاكبر، هو هون الرجال. ايه هون صار موضوع ثاني. صح كتير. نحن هون عم نحكي نهار الولاده حتى يستقبل، انت كبير. ايه لا اكيد هيدي دائما منقوله انه حتى الصبي بيقدر يبكي وبيقدر يزعل وبيقدر كل هو، لانه عم تبكي البنت فانت الكبيره، مش انه صبي وبنت، انه انت الكبيره ما لازم تبكي طبعا. هون بتصير بكره حاله وبيه صح تكبت مشاعرها حتى بطل. نعم. حتى اذا اي حدا بيحكي معها بالمدرسه او وين ما كان بتصير دغري تبكي لانه هي ما عارفه تعبر شو عندها، فاكيد لازم ننتبه لهالاساليب. شكرا كثير ولا عاد على هالمعلومات المفيده، واكيد مشاهدينا استفادوا منها ونلتقي بمواضيع اخرى. Thank you.